أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة مستجدات تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، أكد أن حجم المبادرات والمشاريع والاستثمارات الحكومية التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين في قطاع السكن الاجتماعي منذ تأسيس وزارة الإسكان قد بلغ 3.3 مليارات دينار بحريني. نعم، الحمر أكد أن تلك القيمة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة نتيجة لزيادة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين. وأشار الوزير في كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوى أن التوجيه الملكي لجلالة الملك المفدى بتوفير 40,000 وحدة سكنية وما قامت به الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود لتنفيذ الأهداف الواردة في برنامج الحكومة السابق والحالي مثل نقلة نوعية في المسيرة الإسكانية تحققت من خلال تنفيذ عدد كبير من مشاريع المدن والمجمعات الإسكانية، حيث استعرض وزير الإسكان أبرز نتائج تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030 الواردة في التقرير الطوعي الثاني، حيث أشار إلى أن الحكومة الموقرة قامت بإطلاق حزم مالية تجاوزت قيمتها 4.5 مليارات دينار بحريني لدعم الاقتصاد المحلي بمختلف مكوناته كاستجابة لتحديات جائحة كورونا، منوها إلى جهود المملكة خلال فترة الجائحة للمضي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتوازي في إطار التزامها الأممي بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والأجندة 2030. وأضاف الحمر أن المملكة حققت العديد من المكتسبات منها احتلال المرتبة 42 من بين 189 دولة في دليل التنمية البشرية عام 2020 وتصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة للغاية. كما أشار المهندس الحمر إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة في تغطية شبكات المياه الصالحة للشرب ونسبة السكان الموصلة بشبكة الصرف الصحي بنسبة 100% وجهودها في زيادة نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة لتبلغ 42.8% عام 2020. كما شملت مكتسبات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 العديد من المجالات مع مراعاة التوازن والمساواة بين كافة فئات المجتمع. كما حرصت المملكة على إطلاق مبادرات مبتكرة لتشجيع ودعم الشباب من خلال برامج تدريبية وتعليمية نوعية. وألفت وزير الإسكان إلى أن الحكومة الموقرة تعمل حاليا على إنشاء المرصد الحضري الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ليكون مركزا للبيانات الحضرية وحساب مؤشراتها المختلفة. ومن جانبه أكدت رئيس البرنامج القطري لموئل الأمم المتحدة في البحرين على أهمية التزام البحرين بالأجندات العالمية ومشاركتها في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الخطة الحضرية الجديدة في نيويورك، مضيفة أن هناك تفاهم متزايد بين جميع قطاعات الحكومة والمجتمع حول أهمية النظر في كيفية تخطيط المدن وكيف تكون حافزا للتنمية المستدامة. طبعا تأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بعد تقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني واللي يناقش التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة. وأيضا تأتي هذه المشاركة في الواقع لتؤكد حرص المملكة على تنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030. أيضا الحكومة الموقرة قررت منهجية عمل للمتابعة والتنفيذ واللي على ضوءها يتم تحديث السياسات والبرامج في مختلف المجالات ذات العلاقة، وهذا ما جعل البحرين لله الحمد من الدول الرائدة في تنفيذ الأهداف التنموية. احنا طبعا جدا فخورين احنا جدا فخورين ابناء البحرين ان تكون البحرين من اوائل الدول، تحديدا الدوله 25 من 150 دوله قدمت التقرير، وهذا يدل على شيء، يدل على حرص القياده الرشيده في استيفاء التزاماتها الدوليه. وبكل تاكيد يعتبر انجاز جديد يضاف الى مكتسبات الحكومه
وإحنا سعيدين بهذا الإنجاز اللي شارك فيه العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية في المملكة ويعكس روح العمل الواحد ويعكس أيضا بما يتمتع به فريق البحرين.